الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، استقم الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن تبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأن تعلمنا ما ينفعنا وتنفعنا بما علمنا، واللهم زيدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه الكريمة، ومدنا بمدده، ونورنا بأنواره، وارزقنا التأدب معه ومع أمته ومع شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة آل بيته، المحبة التي توصلنا إلى أن نحشر معهم يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وذريتنا وعلمائنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعني الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن في شروط القدوة. شروط القدوة أي لتصح صلاة الجماعة لابد من القدوة، الاقتداء بالإمام. فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القدوة حتى تتم صلاة الجماعة على الوجه الأكمل، بحيث لا تفوت فضيلة الجماعة ولا صحة الاقتداء؟ لأن هناك فرق بين الجماعة من حيث أنه يجوز الاقتداء، ومن حيث أنه يحصل على فضيلة الجماعة وهي التضعيف. فقد يصح الاقتداء مع فوات فضيلة الجماعة، يصح الاقتداء مع فوات فضيلة الجماعة في أحوال هيأتي الأحوال دي، من بينها مثلا أن ينشأ صف والصف الذي أمامه هناك فرج فيه، هذا يفوت فضيلة الجماعة على الصفوف التي نشأت في حين أن في فرج أمامه. كويس، فدي نقطة مهمة، لازم الواحد قبل ما يجي ينشئ صف يجتهد وينظر كده في الصف اللي خلف الإمام أو الثاني أو الثالث، هل هناك فرجة فيصلها أم لا يوجد فرجة تماما فينشئ صفا. فإن كانت هناك فرج وأنشأ صفا فيجوز الاقتداء وصلاة الجماعة صحيحة، إلا أنها غير مضاعفة يفوت فضيلته. وكذا لو زادت المسافة بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم لو زادت المسافة بينهما أكثر من 3 أذرع، وكذا بين كل صف، تفوت فضيلة الجماعة ولكن يجوز الاقتداء، ولكن الجماعة فضيلتها تضيع. وكذا مساواة الإمام، مساواة الإمام إما في القراءة أو في الأفعال أو في الموقف، وقف جنبه بمحاذاته تماما. لما يكون واحد بيصلي مع إمام بيصلوا بيعملوا مع بعض صف، لكن لابد أن يكون متخلفا قليلا عن إمامه، فإن ساواه في الموقف يصح الاقتداء وتبقى صلاة الجماعة صحيحة، إلا أنها بغير فضيلة، بغير فضيلة يعني لا تضعيف فيه. فدي نقاط مهمة يجب على كل مسلم أن يهتم بها حتى يحصل فضيلة الجماعة، لأن أنت ما بتجيش المسجد تصلي جماعة إلا لغرض أن تزداد فضيلة ويكون الفرد مضاعفا 27 درجة، وإلا ما هو الدافع أنك أنت تصلي الجماعة إلا أنك أنت تبتغي فضل الله. وعشان كده قايل في الشعر في شروط القدوة وافق النظم، يبقى أول حاجة موافقة نظم الصلاة، يبقى لازم الإمام اللي هقتدي بيه
يبقى نظم صلاته موافق لنظم صلاتي. ما صليش وراه ظهر وهو بيصلي جنازة، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فلازم يبقى في موافقة في النظم. كويس. وتابع، والمتابعة يبقى هو يعمل الحاجة أنا وراه، لكن ما اعملهاش معاه مساوي ولا أسبقه، وإلا تكون فضيلة الجماعة أيضا تفوت. وتابع واعلمن أفعال متبوع، واعلمن أفعال متبوع. احنا واقفين على التالتة دي، مكان يجمعا، ويبقوا الاثنين في مكان واحد. واحذر الخلف فاحش، واحذر لخلف فاحش، والحذر المخالفة الفاحشة. تأخر في موقف، وتبقى متأخر في الموقف عن الإمام. معنية، معنية الاقتداء فحرري. ادي سبعة وهم في التفصيل 12، لكن هو جاب لك هنا سبعة في الشعر ده. وافق النظم وتابع واعلمن أفعال متبوع، مكان يجمعا، واحذر لخلف فاحش، تأخر في موقف، معنية فحرري. ادي السبعة. كويس. احنا كنا قرأنا ايه؟ وافق النظم اللي هي الموافقة، والثاني تبعيته للإمام، الثالث وقفنا عليه نكمله، الثالث العلم بانتقالات الإمام. يبقى ثالث حاجة لازم اما تابع الإمام ابقى عارف انتقالات الإمام، وإلا هتابعه ازاي؟ اما بسماع صوته او برؤية، يا اما بسماع صوت او برؤية. يبقى تابع، والعلم بانتقالات الإمام كرؤيته له او لبعض الصف. ممكن ابقى مش شايف الامام، لكن انا شايف ايه؟ الصفوف، فانا بتابع على حسب حركة الصفوف امامي، والصفوف متابعة للامام، فكأننا وصولي لمتابعة الامام عن طريق الصفوف. كويس. فده ممكن برضه كأن يمتد الصفوف الى خارج المسجد بسبب الزحام، وبعدين انا بصلي خارج المسجد، فبتابع الامام ازاي؟ بتابع ان اشوف الصفوف اللي امامي بتعمل ايه، اعمل زيهم. يبقى العلم بانتقالات الامام كرؤيته، انك تراه زي ما تبقى داخل المسجد والصفوف قليله، او انت في الصف الاول فبتشوف الامام بيتحرك ازاي، فبتتابع بالرؤيه. او لبعض الصف. طب افرض واحد اعمى، او الامام في مكان بعيد لان الصفوف كثرت، يبقى ايه؟ او سماع صوته، يبقى الاعمى بيتابع بسماع الصوت او بالاحساس باللي حواليه، اللي حواليه اللي واقف على يمينه وشماله شايفهم بيركعوا، حاسس بيهم بيسجدوا، حاسس بيهم بيقعدوا، فيعرف يتابع بهذا الاحساس اللي هو حواليه. كويس. دي برضو ممكن لغير الايه؟ لغير الرائي برؤيته. يبقى العلم بانتقالات الامام كرؤيته له، اي للامام، او لبعض الصف، او سماع صوته، او صوت مبلغ. برضو صوت المبلغ كويس. افرض برضو زي ما كان متسع ويجي واحد بيبلغ على باب المسجد عشان الناس اللي ورا بره المسجد تسمع، يبقى ممكن. ولا يشترط في المبلغ العدالة، ما يشترطش العدالة يعني، حتى ولو مبلغ فاسق الشرط العدالة يعني، عشان نيجي للوهابية يقولك اصله كان حليق لحية وانا ما رضيتش اسمع كلامه لانه حليق. كلام الايه؟ التنطيط بتاعهم، اصله لابس دبلة ذهب ولبس الذهب فسق، وده يبقى راجل فاسق. الكلام بتاعهم سيبك منهم، واخد بالك؟ طالما بيبلغ خلاص، فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ ما تقوليش فاسق عشان لابس ذهب، فاسق عشان حلق لحيته، كلام العيال الوهابية دول سيبك منهم. واضح الكلام؟ يبقى العلم بانتقالات الامام كرؤيته له، او لبعض الصف، او سماع صوته، او صوت مبلغ، او نحو ذلك. نحو ذلك يعني اي حاجة تشبه هذه الاشياء، ليتمكن من متابعته. نحو ذلك زي ما قلت لك الاحساس بحركة المأمومين. افرض لا في مبلغ ولا الصوت واصل لي ولا انا شايف، الا احساسي باللي حواليا ان ده قايم وده واقف وده قاعد، فبقوم معاه وخدت بالي. دي كلها اي وسيله يعني. الرابع، الشرط الرابع، اجتماعهما بمكان، علشان هنا بيقول لك ايه؟ مكان يجمعا، وما يبقوا في مكان واحد، مكان الجماعه. لان انت ممكن تتوفر كل الشروط دي وانت بتصلي خلف المذياع او خلف التلفاز، لكن مش متوفر مكان يجمع. لان التلفاز مثلا ممكن يكون ناقل لك الصلاه من مسجد سيدنا الحسين وانت قاعد هنا في المقطم، يبقى انت مش من نفس مكان الجماعه، مع انه قدامك الصوره وسامع الصوت وشايف الصفوف، كل ده متوفر اهو،
بس ما ينفعش الا عند مذهب السيد احمد، ايه زي ما قلت لك مذهب السيد احمد ابن الصديق الغماري ابي الفيض من علماء المغرب، وكان مقيم في مصر ومات في مصر سنة 66 ميلادية، ودفن في القرافة المصرية هنا في المجاورين رحمه الله، وكان من أكبر علماء عصره، وكان حافظا لسنة النبي، وكان يبهر السامعين من شدة حفظه وقوة حجته، يعني كان يبهر السامعين فعلا، وكان مشهور بقبول الدعاء، وكانت علامات الولاية وأنوار النبوة وأنوار الولاية على وجهه، حتى إن أي واحد كان يلقاه كان تاخده رعدة، كان معروف بهذا. فالسيد أحمد كان علمه كبير واسع لدرجة أنه من شدة علمه خالف جميع أهل عصره والعصور التي جاءت من بعده، وألف رسالة في جواز الصلاة خلف المذياع. شوف قد إيه له رسالة فيه. فعلى أي حال إحنا لا ننصح بها على أي حال، لكن أنا بقول لك قد إيه علماء المسلمين عندهم سعة أفق، وإن لما يزداد علم ما عندوش مانع انه طالما اتضح عنده دليل انه يخالف كل الائمه السابقين، ما فيش مشكله، ما فيش حجر يعني على هذا الامر، خصوصا ان هذا الامر ايه جاء في العصور المتقدمه ولم يكن ايام الصحابه، فيحتاج للاجتهاد. لكن لا ننصح طبعا انك انت تعمل كده خروجا من الخلاف، لان احنا عندنا قاعده ان الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. يبقى انا ما اجيش على راي انسان واحد عالم مهما كبر شانه في العلم، مهما كنا بنجل ونحترم علمه، خصوصا انه خالف اهل عصره ولم يوافقه احد، او لم يجرؤ احد ان يوافقه كما لم يجرؤ احد ان يخالفه، يعني كل اللي خالفوه قالوا له اصله لم يرد، قال لهم ما اصلا هذه الامور حديثه وتحتاج لاجتهاد جديد، فالاحتجاج بعدم الورود ليس وارد في مثل هذه المساله. فهمتني؟ اصل هيجي برضه واحد هبط على القمر هيصلي ازاي؟ مثلا، وهيصلي بأي توقيت؟ هيجي له العشاء ازاي والمغرب ازاي والفجر ازاي؟ هتقول لي طب ما الصحابه ما طلعوش القمر، دي عايزه اجتهاد جديد، مش كده برضه؟ يبقى في امور محتاجه اجتهاد جديد، فلا بأس ان العلماء يقعدوا ايه يتناقشوا في مثل هذه الامور. لكن على اي حال احنا الفقه المستقر ان لابد ان يكون الامام والمأموم في مكان واحد. قال لك كده مكان يجمعان. الدليل بتاعهم ان كان كده في عهد الصحابة فالتابعين فتابع التابعين على مر العصور، ما سمعناش ان حد بيصلي في حتة وامامه في بلد تانية ويقول لك اصلا ايه من اهل الخطوة انا شايفه، ما هو كان في اولية بتبقى من اهل الخطوة بيبقى قاعد في مصر وشايف الكعبة، ربنا بيكشف لهم، بس ما عملش ايه صلى امامة مؤتمن بيهم حتى لما الاولية ربنا كشف لهم هذا. فهمتني ازاي؟ يبقى مكان يجمعان ده امر مستقر. والرابع اجتماعهما بمكان كما عهد عليه العصر الخالية، هي حق العصور الخالية، انت مكتوب عندك ايه؟ العصر الخالية. طيب وسيأتي تفصيله. العصر الخالية على اعتبار ان العصر بمعنى الازمنة، العصر بمعنى الازمنة، فجعل الصفة تابعة للمعنى مش لللفظ، كأن العصر هنا بمعنى الازمنة الخالية. كويس؟ يعني تمشي، ما انت لازم برضو تلتمس للعلماء العذر، ما تقولش غلط وعلى بسرعه كده. وسياتي تفصيله، اللي هي اما يبقوا في مكان واحد ازاي التفصيل. والخامس الا يخالفه في سنن تفحش المخالفه فيها، اللي هي قايل لك هنا ايه؟ واحذر لخلف فاحش. ادي المخالفه اللي هي نمره خمسه في النظم. واحذر لخلف فاحش، فكتب هنا الخامس الا يخالفه في سنن تفحش المخالفه فيه، كسجد التلاوه، يعني ما خالفش الامام في سجد التلاوه، الامام بيصلي وبيقرا سوره فيها سجد التلاوه، سجد تلاوه، ما اقولش بقى سجد التلاوه دي سنه مش مشكله بقى افضل انا واقف وسايبه يسجد، ما ينفعش كده مخالفه فاحشه، الا ان يكون بيسجد في سجده صاد الوحيده، سوره صاد تستثنى، فالشافعي لا يتبع إمامه في سجدة صاد. كويس؟ لأن سجدة صاد عند الشافعية سجدة في خارج الصلاة وليست في داخل الصلاة، سجدة التلاوة خارج الصلاة لأن النبي تركها في الصلاة، سجدها في الصلاة مرة ثم تركها على آخر عهده، فلما تركها في آخر عهده سألوه الصحابة قال إنها توبة نبي على سجدة صاد، فلم يسجد بها في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده،
والشافعية خدوا على آخر عهد النبي، يعني آخر حاجة عملها قبل موته صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن فعله ده ناسخ لما قبله. كويس، فالشافعية عندهم سورة صاد سجدة ليست في داخل الصلاة، سجدة تلاوة خارج الصلاة. فإن سجد الإمام في سجدة صاد وأنت رجل شافعي تعمل ايه؟ تخالفه، لأن الملكية والأحناف بيسجدوا فيها، فهي سجدة عند الملكية والأحناف. فافرض الإمام بتاعك اللي بيصلي ملكي بيقرأ سورة صاد وجات له السجدة هيسجد، وأنت راجل شافعي تفضل أنت واقف مستني كويس لحد ما يخلص السجدة، فإن تبعته مع علمك بطلت صلاته وصحت صلاة الإمام، لأنها تبقى حركة زائدة في اعتقاد نفسك. فهمت ازاي؟ على الدليل اللي عندك أنت. فهمتني ازاي؟ ولكن تصح عند الإمام الثاني لأنه دليله عنده أن النبي فعلها مرة فيكفي. مع النسيان خلاص، ما احنا قلنا مع ده لو تكلم مع النسيان ما يضرش. يبقى ايه؟ يبقى ما يخالفش الامام في سجود التلاوه، تكتب فوقيها تستثنى سجده صاد، فتجب الموافقه فيها فعلا وتركا. طب افرض الامام ارى سجده صوره فيها سجده وما سجدش، ما تعملش انت بقى نفسك ايه؟ راجل علامه وتروح سايب الامام وساجد. يبقى تسجد التلاوه مع الامام فعلا وتركا، إذا تركها تتركها وإذا سجدها تسجدها. سهلة؟ يبقى توافق الإمام في سجدة التلاوة فعلا وتركا، إن فعلها سجد وإن تركها تتركها. واضح؟ وكسجود سهو فتجب فيه الموافقة فعلا لا تركا. سجود السهو بقى يجب فيه الموافقة فعلا لا تركا. يعني إيه؟ يعني الإمام نسي التشهد الأوسط، وقف يقرأ الفاتحة خلاص فات محله مش هيرجع، فرحت انا واقف معاه وعلى ان الامام هيسجد للسهو في اخر الصلاه، واحنا عندنا سجود السهو قبل التسليم، فالامام ارى التشهد وقال الدعاء ومنتظر ان الامام يسجد للسهو وما سجدش، لقيته بيسلم، فاروح انا منتظر لما الامام يسلم واروح انا بقى في الحاله دي اسجد للسهو واسلم. فهمتني؟ يبقى انا هنا اسجد للسهو امتى؟ بعد تسليم الامام، لان بعد تسليم الامام انقضت المتابعه. يبقى انا في الحاله دي اعمل اللي مطلوب مني، فانا المطلوب مني عليا سجود سهو لاني تركت سجود تركت التشهد الاوسط متابعه للامام. فهمتني ازاي؟ يبقى هنا في سجود السهو تجد فيه الموافقه فعلا لا تركا، لكن اوافق الامام لو فعله، لكن ما اوافقوش لو تركه. فهمتني ازاي؟ احنا عندنا اصلنا ايه؟ ما هو خلاص بعد التسليم، انا بعد ما سلم انا مش مرتبط بيه طالما سلم، واخد بالك ازاي؟ فكشافعي انا بقى عندي السجود قبل التسليم، اروح انا ما اسلمش، اروح ساجد السجدتين بتوعه ويسلم، هو بيسجد السجدتين بتوعه ويسلم، هو حر بقى، طلع حنفي. ما هو الاحناف عندهم سجود السهو بعد التسليم وعند مطلقا، وعند الشافعيه سجود السهو قبل التسليم مطلقا. وامتى يسجد الشافعي بعد التسليم؟ اذا نسي ان يسجد للسهو قبل التسليم، اذا نسي. يعني ممكن تبقى انت ناوي تسجد للسهو قبل التسليم فعلا، ولكن تقرا التشهد وتدعي وتلاقي نفسك نسيت وسلمت، وبعدين تفتكر تروح ساجد هنا في السهو. خلاص؟ يبقى خد بالك من الحته دي. يبقى بتتبع الامام في الفعل والترك في سجود التلاوه الا سجده صاد. واضح؟ طيب، وتتبع الامام في الايه؟ في الفعل في سجود السهو قبل التسليم لا في الترك، لا في الترك. فاذا تركه الامام اللي هو سجود السهو سن للمأموم ان يسجد بعد سلام امامه. واضح؟ يسن مش يجب، لا يجب، لان سجود السهو اصلا سنه ولا يجب. خدت بالك؟ سجود السهو نفسه سنه، وكالتشهد الأول. خد بالك، التشهد الأول يجب فيه الموافقة تركا لا فعلا. يعني فعل التشهد الأوسط لا يجب فعله متابعة للإمام، لا يجب، لكن يسن التشهد الأوسط. يعني افرض الإمام قاعد يقرأ التشهد الأوسط وأنا أول ما سمعته بقول الله أكبر، بدل ما أقعد رحت واقف. كويس؟ فما رحتش قاعد بقى، قلت ما هو الإمام هيقرأ التشهد الأوسط ما هيوقف بقى، ما رحتش قاعد، يبقى صلاتي صحيحة.
ولكن علي انا اسجد سهو والامام عليه سجود سهو. واضح؟ علي انا اسجد سهو وليس على الامام سجود سهو، لكن يسن ان انا اقعد. اول ما اقف كده ولا الامام قاعد يقرا التشهد اقعد متابعه للامام، حتى ولو تلبست بالايه؟ بركنيه الفاتحه. ليه؟ لان انا عندي ركن ثاني وهو المتابعه. عندي واجب ثاني وهو المتابعه. فخليني ده يرجح لي ان انا اترك ما تلبست به من واجب لواجب اخر وهو المتابعه. لا لقراءه التشهد وهو سنه، لا، لكن لوجوب متابعه الامام. واضح؟ يبقى يسن للماموم ان هو يعود اذا وقف لقراءة التشهد الاوسط متابعة لامامه، يسن ولا يجب. فهمت؟ فان لم يتابع عليه سجود السهو صلاته صحيحة، ولكن يجب متابعة الامام. واخد بالك ازاي؟ يجب فيه الموافقة تركا بس، لكن لو الامام ترك التشهد الاوسط واجب ان انا اتركه، يبقى يجب في التشهد الاوسط متابعه الامام في الترك دون الفعل. خد بالك من الحته دي مهمه تغيب على كثير من المصلين. يجب متابعه الامام في التشهد الاوسط في الترك دون الفعل. فان ترك الامام التشهد الاوسط نسيانا ووقف وانا متذكر، يجب علي ان انا اتركه كمان واقف معاه. ما اقعدش انا واقعد اقرا التشهد واسيب الامام، خدت بالك؟ يبقى يجب متابعة الإمام في الترك في التشهد الأوسط دون الإيه؟ الفعل. فإن جلس هو إيه ومنسيش وقف، لكن أنا اللي وقفت، يبقى في الحالة يسن إن أنا أعود ولا يجب العود. يسن فقط العود ولا يجب. فإن لم أعد علي سجود سهو في الآخر والصلاة صحيحة. فهمت الحتة دي؟ فهمت الحتة دي؟ أيوه. في واجب المتابعة، ما هو ده بيرجحها، واخد بالك ازاي؟ لكن هو برضه بيتابع، ما هو واقف مستنيه. هو هنا واقف مستنيه. فهمتني ازاي؟ ففي برضه متابعة ما اتقطعتش. يعني كل ان هو واقف والإمام جالس ده ما يقطعش المتابعة، لأن الإمام جالس في هيئة في بعض من الأبعاد وليس في ركن من الأركان. بخلاف لو وقفت أنا وهو جالس بين السجدتين وعليا سجدة لسه، لأن السجدة الثانية ركن. فهمت ازاي؟ دي غير دي. عندما عود ركن ثاني يبقى عليها سجدتين؟ لا لا، يتحمل عنك امامك. يبقى كويس هنا. فبيقول لك هنا وكسجود سهو فتجب فيه الموافقه فعلا لا تركا، فاذا تركه الامام سنه للماموم ان يسجد بعد سلام امامه وقبل سلامه. وكالتشهد الاول فيجب فيه الموافقه تركا لا فعلا، لان الامام اذا تركه وجب على المأموم تركه. واضح؟ لأن لا يتصور أن الإمام ترك التشهد الأوسط واقف يقرأ الفتحة وأنت تسيبه تقعد تقرأ التشهد. مش كده برضه؟ طالما الإمام نسيه وقف أنت وأنت حتى متذكر تروح متابع الإمام. واضح؟ وإذا فعله الإمام، طب افرض فعل الإمام التشهد الأوسط، جاز للمأموم أن يتركه ويقوم عامدا حتى. كويس؟ وإن كان يسن له العود كما مر. وإن كان يسن له العود كما مر. بس في الحالة دي بتفوتوا إيه؟ فضيلة الجماعة. لكن الصلاة صحيحة، لكن تفوتوا فضيلة الجماعة ليه؟ لأن لمخالفته إمامه في هيئة من الهيئات. لأن عشان ياخد فضيلة الجماعة كاملة لازم يبقى ورا الإمام في كل حاجة. فهمتني؟ يبقى في الحالة دي وإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه، تكتب كده مع فوات فضيلة الجماعة وبقاء صحة الاقتداء. واضح؟ حتت مهمة دي. يعني صحة بلا تضعيف. صحة الاقتداء بلا تضعيف، لأنه ما رعاش الآداب. أصل التضعيف لمين؟ التضعيف ده جايزة، والجايزه ياخدها المتفوق في المتابعه. انما كلما قصر يبقى ياخد اجرته وكفايه عليه كده. مش متميز هو. انت اما تبقى موظف وعملت اللي عليك مع تقصير شويه، ويكون صاحب العمل راجل متسامح، يديك اجرتك كامله المتفق عليه، ويسامحك في التقصير.
لكن لما تعمل فوق المطلوب منك او اللي مطلوب منك بالضبط على احسن وجه يوم يديك الاجره وساعات يديك مكافاه كمان، صح ولا لا؟ فنفس القصه مع طبعا الفارق ان التعامل مع الله بالرحمه اكثر. طيب، واما القنوت، خد بالك، واما القنوت في صلاه الصبح بقى، ده القنوت اللي هو بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع في الركعه الثانيه عند الشافعيه جهرا. واما القنوت فلا تجب الموافقة فيه لا فعلا ولا تركا. لا تجب الموافقة فيه، لأن قد يقنط الإمام في موضع غير قنوتي أنا كشافعي. مثال، المالكية قنوتهم في الصبح إيه؟ بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع سرا. ده المالكية كده. ما رحتش أنت تصلي ورا حد ملكي؟ ما جربتش الحكايه دي تصلي ورا عند ملكي؟ ليه؟ في بلدنا كانوا بيصلوا كده في بحر، ولسه انا كنت في سوهاج صليت الفجر هناك لقيت الراجل ملكي برضه في بلد اسمها بصونه تبع المراغه، صليت الفجر فيها فلقيت الامام كده بعد ما قرا الفاتحه والسوره في الركعه الثانيه وكل المصلين وراه متعودين كل يوم كده كله في السر، واخد بالك ازاي؟ وقعدوا كده فتره بتاع دقيقتين وبعدين الله اكبر ركعوا وبعدين سمع الله محمد وسجد، ومفيش بقى ايه؟ مفيش بقى قنوت شافعي، لكن القنوت بتاعه مالكي. فهنا انا ما تابعوش في القنوت لان ده مش مذهبي، اشغل نفسي بقى بقراءه قران، اشغل نفسي بتسبيح، اي حاجه، ما يجراش حاجه بقى، واخد بالك؟ لكن الصلاه صحيحه بتاعتي ماشي، ولما يجي هو يقول سمع الله لمن حمده ممكن انا اقنط القنوت بتاعي بقى، ده موقعه، بحيث ان انا الحقه وهو جالس بين السجدتين، ما تأخرش عن كده. لو كنت مش هلحقه إلا في السجدة الثانية يبقى يسقط عندي وعليا سجود سهو كشافعي. خدت بالك الحل؟ فاهم الحتة دي؟ طيب، عشان كده بيقول إيه؟ وأما القنوط، أو مثلا إيه، بصلي ورا حنفي أو ورا حنبلي الصبح، ما عندهمش قنوط خالص، الحنابلة والأحناف لا ليس عندهم قنوط في الايه في الصبح، ولكن القنوط عندهم في الوتر طول السنة، في الوتر بس طول السنة، الأحناف والحنابلة والوهابية، لأن الوهابية مذهب آخر، لأنهم ليسوا بحنابلة على فكرة، لأنهم يخالفوا الحنابلة في أمور كثيرة، واخد بالك؟ فعندهم القنوط في الوتر طول العام وليس عندهم قنوط في ايه في الصبح. كويس؟ افرض أنا بصلي ورا دول، خلاص إما أسجد للسهو أو أقنط بحيث إن أنا ألحق الإمام قبل الجلوس بين السجدتين، قبل إيه؟ الهوية للسجدة الثانية في الركعة الثانية. الشافعية عندهم القنوط في صلاة الصبح طول العام، في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع جهرا مش سرا، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان. وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان، ده قنوط عند الشافعية. زائد قنوط النوازل طبعا. واخد بالك؟ برضه أيوه. يبقى فيها ثناء على الله وفيها دعاء وصلاة على النبي والآل والصحب. يعني ايه؟ هديك مثال ليها. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا انك رؤوف رحيم ثناء، والاولانيه دعاء، تقول صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، الله اكبر. تمام، حلو قوي، صيغه جميل فيها كل حاجه، خدت بالك؟ طيب، واما القنوت فلا تجب الموافقه فيه لا فعلا ولا تركا، فاذا فعله الامام جاز للماموم ان يتركه ويسجد عامدا، ان يتركه ويسجد عامدا، كويس؟ واذا تركه الامام سنة للمأموم فعله إن لحقه في السجدة الأولى، وجاز إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. يبقى يسن إن أنا أقول القنوط لو هلحقه في السجدة الأولى يسن، ويجوز يعني أقل شوية لو لحقته في الجلوس بين السجدتين، ويحرم لو هقوله لحد ما يسجد السجدة الثانية. شفت بقى إزاي؟ فهمت الترتيب؟ يبقى إيه؟ يسن إن أنا أقول القنوط بتاعي إذا كنت هلحقه في السجدة الأولى، ويجوز لو كنت هلحقه
في الجلوس بين السجدتين، ولا يجوز لو كنت هلحقه في السجدة الثانية. واضح ازاي؟ يعني يشرع في السجدة الثانية وانا هبتدي في السجدة الاولى، يبقى في الحالة دي لا يجوز. واضح؟ وجاز إن لحقه في الجلوس بين السجدتين، فإن كان لا يلحقه إلا في السجدة الثانية امتنع فعله. امتنع فعله، واضح؟ بخلاف السنن التي لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة فلا يجب فيها المتابعة. يعني في جلسة الاستراحة دي اللي هي إيه؟ يجي الإمام في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وهو قايم بقى، ما فيش في الركعة الأولى تشهد في نهايتها. يقوم ايه؟ يجلس جلسة استراحة لحظة كده ويقوم. اهي دي لا يجب فيها المتابعة، لأن السنن لا يفحش المخالفة فيه. وكذلك في الركعة الثالثة وهو قايم للرابعة يجلس جلسة الاستراحة. اهي دي سنن لا تفحش المخالفة فيه. خلاص؟ أيوه. طبعا. وينتظر الإمام بقى الحاد. وخد بالك انه في الحالة دي هتفوتوا فضيلة الجماعة ويصح الاقتداء. واضح ازاي؟ تفوتوا فضيلة الجماعة يعني ايه؟ يعني يفوتوا التضعيف لكن يصح الاقتداء. خد بالك من الحاجات دي، لان في فرق بين القدوة وشروطها وبين تحصيل فضيلة الجماعة. فقد تحصل شروط القدوة وتفوت فضيلة الجماعة. واضح؟ زي ايه في الظروف اللي انا قلت لك عليها. والسادس، السادس قال ايه؟ السادس تأخر في موقف. كويس، تأخر في موقف. السادس ألا يتقدم على إمامه في المكان، في المكان، فإن تقدم عليه بطلت صلاته. لو تقدم الإمام على المأموم، ده الشافعية كده، الملكية لا، الملكية ممكن تعمل صف قدام الإمام. فهمت؟ الشافعية لا، الشافعية عندهم الصلاة باطلة. واضح؟ عشان كده اما تخش عند مزاق حتى ولو دخل مكان، حتى لو دخل مكان عند الشافعية كده، دخل مكان الإمام يطلع بره الجامع، مش يعمل لي صف قدام الإمام بره الجامع يقول أصل المكان ضيق جوه، طلع لي الإمام بره بقى. واضح؟ الشافعية يقول لك كده، الإمام يطلع بره. واخد بالك؟ وتبقى كل الصفوف خلف، مفيش مشكلة. كنا بنصلي عند الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم. إمام وشيخ العشيرة المحمدية رحمه الله ونفعنا الله به. وكان راجل علامة فقيه. والمسجد عندهم مسجد العشيرة ده ضيق كده، وكان في رمضان في العشر الأواخر وكان عايز يعمل إجازة للناس، فأنا حضرت عشان ناخد الإجازة منه. بصينا لقينا احنا الحمد لله كنا جوه الجامع، احنا شافعيه جوه الجامع خلف الشيخ، ما لناش مشاكل احنا. دخلنا بدري وقعدنا. واخد بالك؟ لكن المشكله بقى في اللي جم متاخر، صلوا ورا بره قدام الشيخ بره خالص، يعني قدام القبله بينهم وبين الشيخ يمكن عده امتار. الشيخ طبعا افتاهم بمذهب الملكيه. قال لهم الصلاه جائزه امام الامام اذا دق المكان، صلوا ولا باس. طبعا احنا هنعدل على الشيخ. شافعية ساكتين، طالما بنصلي خلف الإمام بالنا رايق وهو يقول اللي يقوله. واخد بالك؟ لكن الملكية يجيزه على أي حال. الملكية يجيزه هذا. لكن عندنا إحنا لازم يبقى أنت خلف الإمام، لازم تبقى خلف الإمام. ولو كنت أنت بتصلي أنت والإمام بس، لازم تبقى برضه خلفه بما تعتمد عليه. الخلفية تكون بما يعتمد عليه. يعني بالعقب في حال الوقوف. وبالإلية في حال الجلوس. فهمت ازاي؟ وبالركبة في حال السجود. يبقى لازم تاخد بالك، تفضل تعمل حساب. وانا مالي؟ ترجع ورا بحيث كده في حال السجود تبقى ركبتك خلف ركبته، وحال الجلوس تبقى إليتك خلف إليته، وحال الوقوف تبقى عقبك خلف عقب، وصرف نفسك. فهمت ازاي؟ بس يبقى عندك هنا. والسادس ألا يتقدم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه فيه أي في المكان بطلت صلاته، إلا في حالة واحدة في شدة الخوف، اللي هي صلاة الحرب بقى. شدة الخوف دي حرب، وبيضطر ساعات إنه يناور ويتقدم ويتقدم عشان يناور العدو
ويتقدم على الإمام، يبقى في الحالة دي يجوز بس في حالة الحرب بس صلاة سدة القائم. فإن الجماعة فيها صحيحة مع تقدم بعضهم على بعض، بل هي أفضل من الانفراد إلا أن يكون الحزم والرأي في الانفراد. افرض الحرب شديدة أول درجة الإمام قال مش هنصلي جماعة، كل واحد يصلي في الخندق بتاعه، يبقى الأفضل الانفراد في الحالة دي إذا كان الحزم والمشورة كده. فهمت إزاي؟ لأن بتختلف الحرب حتى بيقسموها، يقول لك الحالة ألف والحالة ب والحالة ج وشغلانة كده على حسب شدة يعني الالتحام. ولا تضر مساواته لإمامه، خد بالك دي، لا تضر مساواته لإمامه في صحة الاقتداء، ولكن تمنع من حصول فضيلة الجماعة. خد بالك من الحتة دي، ولا تضر مساواته لإمامه، لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة. تاخد بالك من الحتة دي، فيندب أن يتأخر عنه قليلا. يندب أن يتأخر عنه قليلا ليه؟ لتحصيل فضيلة الجماعة. لكن لو سواء الاقتداء صحيح، لكن مع الكراهة، وطالما دخلنا في الكراهة نقوم نمنعه الجايزة. الجايزة ايه؟ التضعيف. واضح؟ طيب. فمراده في النظم السابق بقوله تأخر في موقف عدم التقدم، وإلا فظاهره أن المساواة ضر وليس كذلك. والله الكلام انت ممكن نعلق على الشيخ البيجوري، نقول انه المساواة تضر بتفويت الفضيلة لا بتفويت القدوة، فهي تضر ايضا. فهمت ازاي؟ يبقى الشيخ البيجوري قاعد مهتم قوي بحته صحة القدوة اكتر من تحصيل فضيلة الجماعة، عشان كده بيقول ايه ان كان الاولى كده. لكن خد بالك، وإلا فظاهره ان المساواة تضر وليس كذلك، أي وليست تضر في صحة الاقتداء، وإن كانت تضر في تفويت فضيلة الجماعة. واضح الكلام؟ طيب. السابع بقى اللي بيقول فيها إيه؟ مع نية فحرري، مع نية يبقى النية يعني. نية الاقتداء، وقد تقدم الكلام عليها، يبقى لازم ينوي الاقتداء. مع تكبيرة الإحرام ينوي الاقتداء أو الجماعة. وبالنسبة للإمام ينوي الإمام عشان يحصل فضيلة الإمامة الزائدة على فضيلة الجماعة. وتجب نية الإمامة في الجمعة فقط. وتجب نية الإمامة في الجمعة فقط للإمام. واضح؟ وإلا تبطل صلاة الجمعة. ويصلي بالناس ظهر بقى. الثامن جايب لك بقى الحاجات الزيادة اللي ما جابهاش في النظم. ما هم 12 بس النظم جاب لك 7. جايب لك الزيادات. ويزاد على ذلك ثامن، وهو أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم. لازم كمان أن صلاة الإمام بتاعتي بالنسبة لنا صحيحة في اعتقادي. ما صليش خلف إمام وأنا معتقد أن صلاته باطلة. فهمت؟ زي إيه؟ الأحناف عندهم مس الذكر لا ينقض الوضوء ببطن الكف، لأنه خدوا بحديث بضعة منك. الشافعي عندهم من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، الحديث كده، من أفضى إلى ذكره فليتوضأ، فعندهم مس الذكر ببطن الكف ينقض الوضوء. فافرض إمام حنفي وإحنا قاعدين مع بعض نقرأ قرآن قبل الصلاة، ودخل إيده في الإيه؟ في الجيب الوهمي بتاع الجلابية ده، وقعد يهرش. الدنيا حر بقى وبيهرش، وكانوا زمان ما بيلبسوش غيارات داخلية. فما يحط إيده يحط إيده على لحمه على طول، فالإمام ده أكيد مس ذكر، أهو قدام أنا شايفه. وجاء اذن للاذان وراح قايم يئم الناس، الله تئم الناس ايه؟ ما انا مذهبي ما ينقضش الوضوء. اهو انا بقى هنا ما اقتديش بيه. ما اعرفش ليه؟ لان انا في اعتقادي ان صلاته باطله. فهمتني بقى المساله؟ انا معتقد ان دي صلاه باطله، ماليش دعوه. هو بقى ربنا ايه؟ يحاسبه على اعتقاده لانه ماشي ورا امامه. يبقى الثامن، وهو ان تكون صلاه الامام صحيحه في اعتقاد المأموم. فلا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه. ومثال تاني، وكمجتهدين اختلف في اناء من الماء احدهما طاهر والاخر متنجس. فلا يقتدي الا يقتدي احدهما بالاخر. احنا عندنا اناءين من الماء، واحنا كنا متاكدين ان واحد منهم نجس، عشان كان في واحد معدي كده امه مقلعاه البامبرز وراح مطرطر في واحد فيهم. واحنا قاعدين مع بعض، وبعدين اقول له لا ده الواد عمل في الاناء ده، يقول لي لا ده عمل في الاناء ده. يا سيدي انا مش فاكر ده عمل في الاناء ده، ما ينفعش نتوضى بيه ده.
يقول لي لا ده هو عمل في الاناء الثاني، انا هتوضى بيتها. اقول له خلاص انا هتوضى بالثاني. فهمت ازاي؟ فاختلفنا ايه في تحديد ايهما نجس وايهما طاهر. فانا اتوضيت باناء والثاني يتوضى باناء ثاني، ما ينفعش اقتدي بيه. فهمتني ازاي؟ ادي مثال برضو ثاني، فتاخد بالك من الحاجات دي. طب افرض قعدت الجماعه نقدم واحد ثالث غيرنا ونصلي احنا الاثنين معاه، ده ما فيش غيرنا، يبقى كل واحد لوحده. فهمت ازاي؟ كل واحد لوحده. ما هو بيقراها في سره مكروهه، بس طالما بيقراها في سره. واخد بالك؟ لو انت عارف انه ما بيقراهاش اصلا، لا سالته فقال لك انا لا اقرا بها اصلا، يبقى ما تصليش وراه، لان الصلاه في اعتقادك بتاعته باطله لانه كانها نقص. لكن بيقول لك انا بقراها في السر، خلاص. زي الشيخ احمد بتاع امام احمد حلمي رحمه الله، كان بيصلي بينا في مسجد قايتباي، وحنفي هو، فكان يبتدي بالحمد لله عشان الجماعه الوهابيه بيقعدوا يتنططوا وراه ويقولوا له ابتدي بالحمد لله رب العالمين، هم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يضايقوه هو مش عايز يعمل مشاكل، راجل امام في الاوقاف مش عايز يعمل مشاكل. فبقى ايه والحمد لله رب العالمين، ياخدهم على قد عقلهم. وكان الاول بيقول بسم الله حلو ماشي حلو، واحنا كنا شافعيه ومبسوطين بيه. فابتدى بقى ايه عادي عده سنوات كده يقول الحمد لله. فبقيت اساله يا شيخ احمد ليه ما بتقولش؟ قال لي بيعملوا لي مشاكل. قلت له طب انت بتقرا في سرك؟ قال لي اه بقرا في سرك. فبقيت اصلي وراه. الملكيه كده؟ ها؟ لا الملكيه يكره قراءتي. اه؟ لو ملكي قح. لكن معظم الملكيه اللي احنا قابلناهم في العصر بتاعنا ده كلهم بيقراوا بيه. بيقراوا بيه خروج من الخلاف. الشيخ اسماعيل صادق العدوي الملكي ابا عن جد لحد الامام مالك. بقول له اجداده لحد الامام مالك كده ملكيه. وكنا نصلي وراه ويجهر بالبسمله. يقول خروجا من الخلاف الشافعيه. واخد بالك؟ فخلاص. هيقول لك هنا بقى ايه؟ وتاسع الشرط التاسع وهو ان تكون صلاه الامام مغنيه عن الاعاده، فلا يصح اقتداؤه بمن تلزمه الاعاده كمتيمم لبرد. اه احنا في المقطم ساعات تيجي لنا ايام كده في الفجر برد قارس. برد قارس. يجوز للبرد القارس ده وانت ما بتستحملش الميه، لو توضيت في الميه البارده دي وما عندكش تسخن ميه مثلا، ولو توضيت انت عارف نفسك هتعيا، يقوم يعمل ايه؟ يتيمم وينزل يصلي عشان ما تفوتوش الجماعه. وبعدين اما النهار يطلع كده براحته بقى كده يسخن ميه ويجي على الساعه 9 يعيد الصلاه تاني عشان يبقى ادرك الجماعه وادرك الاداء، وبعدين يعيدها لادراك الصح. يجوز عندنا، بس ما ينفعش يبقى امام. اللي عمل كده ده ما ينفعش يبقى امام. فهمتني ازاي؟ لانه ده بيصلي صلاه تجب فيها الاعاده. فهمتني ازاي؟ يبقى في الحاله دي ما ينفعش يبقى امام ولا يصح الاقتداء بيه. يصلي مأموم ما يجراش حاجه، يعمل اللي يعمله بقى. فهمت؟ لكن ما يصليش امام. كذلك مين؟ على كبيره. امبارح الكعب اللي هو بيتوضى فايده اتجزعت، راحوا ايه جبروها له وحطوا له جبس. وما كانش ايه متوضئ، يعني اتحط الجبس على غير وضوء. فاكر انت باب التيمم هناك؟ فلما حط الجبس على غير وضوء يبقى في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيتوضا يوضي اعضاءه ويمسح على الجبيره ويتيمم عن الجزء المغطى، وعليه الاعاده بعد ما يفك الجبيره. لو صلى ثلاث اسابيع يعيد صلاه ثلاث اسابيع تاني. فهمتني ازاي؟ يبقى الراجل ده في فترة الجبيرة الثلاث أسابيع دي ما يصليش إمام بالناس. لأن لو صلى إمام بالناس أنا كشافعي لا يجوز إن أنا أقتدي بيه، لأنه عليه الإعادة. واضح؟ عليه الإعادة. اللي هو المتيمم في الفجر دوت، هو يصلي في الآخر قدامه لسه فاتحين هم يجيبوا. وفي ثلاثة هم وراه، هو لازم يخش إمام، يعمل لهم إيه؟ ما يعمل لهمش حاجة، يشاور لهم كده. آه. يشاور لهم كده عادي، مفيش مشكلة. صلوا بقى وراه. وهم ما يعرفوش. افرض هو ما قاليش، يعني هو تيمم في بيته فوق ونزل وقعد يصلي بينا امام، بيصلي بينا امام كله، وما قاليش اليوم ده انه تيمم، صلاتي صحيحه لانه ما بلغنيش. ما هو العبره بعلم انا. فهمتني ازاي؟ لكن انا عايش انا وهو في الشقه واحده وشايف، وقمت انا دخلت اتوضيت وهو جه على حرف الشباك كده وتيمم، قلت له ايه يا عم نازل تعمل ايه؟ هصلي اصل انا بردان مش هقدر. فانا عارفه بقى في الحالة دي ما صليش مقتديا. خدت بالك؟
يبقى هنا بيقول لك ايه؟ وتاسع، وهو ان تكون صلاه الامام مغنيه عن الاعاده، فلا يصح اقتداؤه بمن تلزمه الاعاده كمتيمم لبرد. وفي امثله كتيره بقى من تلزمه الاعاده، زي المتيمم في مكان يندر فقد الماء فيه. المتيمم في مكان يندر فقد الماء فيه يبقى عليه الاعاده برد. يعني ايه؟ يعني انت لما تتيمم وانت في القاهره عشان قطعوا الميه عنك 3 ايام، زي الحادثه اللي حصلت في شارع القاهره دي، واخد بالك، كتب عنها في الجرايد، والناس قعدت 3 ايام ما عندهمش ميه خالص، وارتفع سعر حتى المياه المعدنيه، وبقوا الناس تعبانين. في الحاله دي هيتيمم ويصلي كويس، كل الاحياء دي هتتيمم وتصلي، وعليها اعاده الصلوات دي تاني لما تيجي الميه، لو قعدوا كده 3 ايام يعيدوا صلاه 3 ايام. فهمتني ازاي؟ انت جاي من حي تاني عندك ميه، ما ينفعش تهتم بيهم لان عليهم الاعاده. فهمتني ازاي؟ لكن لو رحت لهم انت تزورهم تقول لهم سيبوني انا اصلي بكم امام، انا جاي بوضوء. فهمت ازاي؟ انا راجل متوضي متقدم عليهم مرتبه. وعاشر، وهو الا يكون الامام مقتديا لانه تابع فلا يكون متبوعا. انا الاقي واحد بيصلي على باب الجامع وباب الجامع مفتوح وهو شايف الصفوف قدامه فبيتابع، وانا فاتح محل على الصف الثاني من الشارع ومش عايز اسيب المحل، فرحت ناويت الاقتداء بالراجل اللي واقف على باب الجامع ده بيصلي وهو متبوع. ما ينفعش، ما ينفعش، لانه متبوع ما ينفعش يبقى ايه؟ تابع، فما ينفعش يبقى متبوع. واضح؟ ما ينفعش. وعاشر، وهو الا يكون الامام مقتديا لانه تابع فلا يكون متبوعا. ما ينفعش يبقى تابع ومتبوع في ان واحد، امام وماموم في ان واحد، ما ينفعش. خدت بالك؟ وحادي عشر، وهو الا يكون الامام انقص من الماموم بالانوثه او الخنوثه، وقد تقدم ذلك في شروط الامامه. واضح؟ يعني دي واضحه. يعني ما ينفعش يبقى الامام اللي قدامي انا رجل واتم بخنثه، او امراه تأم خنثه او تأم رجل. فهمتني ازاي؟ يبقى ما ينفعش، لازم يكون الامام اعلى من المأموم من حيث الذكوره والانوثه، اعلى. وثاني عشر، وهو الا يكون الامام اميا والمأموم قارئ. وحد الاميه هو الا يحسن قراءه الفاتحه، مش عدم القراءه والكتابه زي ما قلت لك. الام في باب الصلاه هو الذي لا يحسن قراءه الفاتحه في باب الصلاه. الأمي في باب الصلاة والذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فما ينفعش أبقى أنا قارئ يعني أحسن قراءة الفاتحة وأصلي خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة. واضح؟ وقد تقدم الكلام عليه، فجملة الشروط 12 شرطا بالشروط المعتبرة في الإمام. واضح؟ طيب، بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، أي المسجد، وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام، بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعض الصف، أجزأه أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ما لم يتقدم عليه. ده الكلام اللي هو إيه في الهامش، واضح؟ هيجي يعلق عليه. قوله بقوله متعلق بقوله أشارة، والضمير راجع للمصنف، وغرضه أنه يشترط اجتماع الإمام والمأموم بمكان، ولاجتماعهما 4 أحوال. يعني 4 أحوال لاجتماع المأموم بالإمام، أن يكونوا الاثنين داخل المسجد، أو يكونوا الاثنين خارج المسجد، هذه حالة تانية. حالة ثالثة أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، وحالة رابعة ان يبقى المأموم داخل المسجد والامام خارج المسجد. يبقى في 4 احوال في موضوع المكان الواحد. فهمتني ازاي؟ يبقى ايه؟ ولاجتماعهما 4 احوال، لانهما اما ان يكونا بمسجد الاثنين الامام والمأموم، واما ان يكونا بغيره في فضاء من فضاء وغيره، او بناء، او نكون في مكان تاني خارج المسجد، في شقة، في الشارع، في جنينة، في معسكر، في الغيط، في اي حتة. وإما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو بالعكس، يبقى المأموم في المسجد والإمام خارجه. قول وأي موضع
إلى آخره، يعني أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه أي المسجد، وهو أي المأموم عالم بصلاته أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدته بعد صف أجزأه أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به. واضح؟ مش بيتكلم في تحصيل فضيلة الجماعة، صحة الاقتداء، فرق بين صحة الاقتداء وتحصيل فضيلة الجماعة، خد بالك. قول وأي موضع إلى آخره أي اسم، أي وأي موضع، أي اسم شرط جازم مبتدأ، كلمة أي دي اسم شرط مش حرف، أي دي اسم مش حرف، ما في حروف وفي أسماء، لا تفتكرهاش منها مكونة من ثلاث حروف تبقى حرف، واخد بالك؟ لا دي اسم، ما هو في حروف على ثلاث أحرف زي على، وحرف جر على ثلاث احرف مش كده برضو؟ لكن هنا ايه اي دي اي ثلاث حروف، ليه؟ لان الياء مشدده حرفين والهمزه يبقى ثلاث حروف، وان كان مرسومه على حرفين الا انها ثلاثه احرف تفصيلا، واخد بالك؟ اي اسم شرط جازم مبتدا تقول واي موضع، واي موضع تبقى الضمه لانها مبتدا، خدت بالك؟ اسم شرط جازم مبتدأ وخبره جملة فعل الشرط وهو صلى، وأي موضع، أي ده مبتدأ، موضع ده مضاف إليه مش كده؟ أنت تقول أي وتقول له أي إيه؟ أي إيه؟ أي موضع، فالموضع ده مضاف إليه، واضح الكلام؟ طيب صلى في المسجد بصلاة الإمام، صلى دي فعل ماضي وليه فاعل ضمير مستتر تقديره هو اللي هو المأموم، يعني الجملة الفعلية دي هي الخبر، واضح؟ خبره جملة فعل الشرط وهو صلى، والرابط مقدر تقديره فيه، يعني وأي موضع صلى أي فيه، يبقى الرابط بين الجملة دي الجملة دي وبين المبتدأ تقديره فيه، فهمت ازاي؟ أي في أي موضع، كقولهم السمن منوان بدرهم، أي منه السمن منوان، من على وزن ضب مفرد منوان، منوان ده مثنى، وده آلة للكيل، آلة للكيل اسمها من، حاجة بيكيلوا بيها، فلما تقول السمن منوان بدرهم كأن بدرهم منه، يبقى التقدير هنا منه، خدت بالك؟ فزي دي فيها رابط منه، هناك هنا في رابط فيه، فهمت المثال جايبه علشان يعلمك الرابط بس. تقديره فيه أي في أي موضع، كقولهم السمن منوان بدرهم أي منه، وقوله في المسجد بدل من هذا المقدر، أما تقول في المسجد بدل من كلمة فيه اللي هو المقدر، بدل من فيه اللي هو المقدر، وقوله بصلاة الإمام فيه، بصلاة الإمام متعلق بمحذوف أي رابطا صلاته بصلاة الإمام، كأن المحذوف رابطا ده حال للمأموم، فهمت؟ خد بالك من الحاجات دي مهمة، وهذا المحذوف حال من الضمير المستتر في صلى، أي صلى هو حال كونه رابطا صلاته بصلاة المأموم، فهمتني ازاي بقى؟ واضح الحتة دي؟ يبقى ده حال أو المصلي، وقوله فيه متعلق بصلاة الإمام أي في المسجد، فهذا بيان للحالة الأولى وهي أن يكون بالمسجد، وقوله وهو عالم بصلاته أي والحال أن المأموم عالم بصلاة الإمام، فالجملة حالية، وقوله أجزأه جواب الشرط، أجزأه خد بالك جواب الشرط وهو أي، وهو أي، وقول الشرط اللي هو أي، وفعل الشرط صلى، وجواب الشرط أجزأه، واضح؟ يبقى أي دي أداة اسم شرط، فعله صلى، وجوابه أجزأه، سهلة؟ وقول ما لم يتقدم عليه أي ما لم يتقدم على الإمام، كويس؟
أي ما لم يتقدم المأموم على الإمام. فقد ذكر المصنف لهذه الحالة وهي أن يكون بالمسجد شرطين. يبقى الحالة الأولى لما يبقى الإمام والمأموم في المسجد ذكر فيها شرطين، الأول العلم بصلاة الإمام، والثاني عدم التقدم عليه. يبقى لما يبقى الإمام والمأموم في المسجد يصح الاقتداء. إمتى؟ لو كان يعلم بصلاة إمامه ويبقى غير متقدم على إمامه. واضح؟ يبقى في الحالة دي يصح الاقتداء دي. ويشترط أيضا، جايب لك شروط تانية، أن يمكن الاستطراق عادة إلى الإمام ولو بزورار. الاستطراق يعني إيه؟ يعني الطريق سالك بينه وبين الإمام، يعني مفيش حيطة مقفولة، مفيش باب مقفول، فاهم؟ لكن ممكن يخش على الإمام ولو بزورار، يعني إيه؟ ولو يمشي في طرقة لكن يوصل للإمام. زي لما يصلي خادم المسجد اللي واقف بجوار الأحذية على باب المسجد والإمام بيصلي جوه وبينهم طرقة، زي في قايتباي في ألمانيا، مش كده؟ تلاقي الراجل واقف على الباب لكن عشان يوصل للإمام يعمل إيه؟ يمشي كده بطرق، أدي معناها بزورار، يبقى يصح اقتداء. واضح؟ أن يمكن الاستطراق عادة إلى الإمام ولو بزورار وانعطاف، أي انحراف عن القبلة واستدبار لها. ولو كان حتى علشان يوصل للإمام يضطر يدي داره القبلة ما يضرش، لأنه أصلا مش هيوصل للإمام أثناء الصلاة، لكن ده حد عشان يبقوا في مكان واحد. واضح؟ فلا يضر ذلك في المسجد، ولا فلا يضر ذلك ايه في المسجد. وان بعدت المسافه، وان بعدت المسافه وحالت ابنيه نافذه اليه. افرض المسجد واسع، يعني انا بصلي في رواق زي في الازهر كده، الاروقه تلاقي على اليمين والشمال والامام فين، والمسافه واسعه، وحالت بيني وبينه أبنية ما يضرش، طالما ممكن أصل للإمام أستطرق دي. واضح؟ وغير متقدم على الإمام وأعلم صلاته بسماع الصوت أو بالنظر أو شيء من هذا. وحالت أبنية نافذة، لازم تبقى نافذة، لازم تبقى أبنية نافذة يعني موصلة عشان يبقى في مكان واحد. أصل لو الأبنية مش نافذة بقى مش في مكان واحد، فهمت إزاي؟ وعشان كده بيقول لك في مكان واحد. واضح؟ وحالت أبنية نافذة إليه. وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة إليه ولو ردت أبوابها وأغلقت ما لم تثمر في الابتداء. طب افرض الأبواب، أغلقت بفعل الهوى لكن ما ثمرتش في الابتداء، في أول بداية، لكن بعد ما بديت الهوى راح قفل الباب والترباس نزل، ما يضرش طالما في ايه بعد الابتداء، ما يضرش. او النور قطع ما يضرش، اعرف انا بقى بسماع الصوت، الامام يعلي صوته يعمل مبلغ، خدت بالك؟ اي حاجه من دي. ولو سمرت في الاثناء فلا يضر على المعتمد. افرض الباب كان مفتوح واحنا بدات الصلاه هنا في مكان بعيد، صحيح بس بيني وبين الامام باب واحنا في مسجد واسع، فاحنا في الصلاه في وسط الصلاه جه خادم تاني من خدام المسجد متطوع كده منها صلاة العشاء، فبيقفل بقى علشان أول ما الإمام يمشي يقفل الجام، فراح قفل الباب وصمره وروحنا في الركعة الثانية، ما يضرش طالما كان في الابتداء مفتوح. واضح؟ ولو سمرت في الأثناء فلا يضر على المعتمد. ومثل ذلك زوال سلم الدكة لمن يصلي عليها لأنه كله مبني للصلاة. مثل ذلك إيه؟ عارف انت كان المبلغ بيقف على دكة المبلغ وفي ليها سلم، فهمتني ازاي؟ فافرد شال السلم بعد ما ابتدى الصلاة ما يضرش، لكن لو شال السلم قبل ما ينوي تكبيرة الاحرام يضر. واضح؟ ومثل ذلك زوال سلم الدكة لمن يصلي عليها لأنه كل مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، فإن حالت أبنية غير نافذة ضر، وإن لم تمنع الرؤية فيضر الشباك، وكذلك تسمير الأبواب في الابتداء وزوال دكة سلم الدكة كذلك، لأنه لا يعد الجامع لهما حينئذ مسجدا واحدا
وهنقف عند الحته دي بعد اذان العشاء. يبقى المساجد اللي بيعملوا فيها مدخل خاص للنساء ومصمته تماما عن المسجد، وعلشان تدخلها من الشارع خارج حدود المسجد، لا يصح اقتداء النساء فيها بالامام، يعملوا جماعه لوحدهم. وده اللي انا بقوله لزوجتي من سنين طويله، لما نبقى في الشارع وتصلي في جامعه زي ده اقول لها ايه، صلي لوحدك، او لو لقيتي واحده صلي بيها جماعه لوحدكم. ما هو في مساجد كده عاملينها كده، تلاقي مكان النساء مصمت تماما، ويدخل مدخل النساء من خارج المسجد كانه دار لازقه في المسجد، ما بقوش في مكان واحد. فهمتني ازاي؟ فيبقى في الحاله دي كانك بالظبط قاعد في بيتك وسامع صوت المسجد، ما ينفعش تصلي بالمسجد. واضح؟ مقفوله خالص؟ لا، بستار. ستاره، يفتحوا الستاره بس وخلاص، يفتحوا الستاره اول تكبيره الاحرام ويقفلوها تاني. خد بالك هنا، والمساجد المتلاصقه المتنافذه يعني اللي فيه بينها طرق توصل لبعضها، بان كان يفتح بعضها الى بعض كما في الازهر والجوهريه، كان زمان اروقه الازهر دي كلها تعتبر كل رواق مسجد لوحده، لكن متنافذه متداخله. كويس؟ والجوهريه دي انواع مساجد موجوده في القاهره، كالمسجد الواحد، كل ده اسمه كالمسجد الواحد، وان انفرد كل منها بامام وجماعه، لان كان ايام الشيخ البيجوري كان كل رواق في الازهر بينفرد بامام وجماعه، دول الشافعيه ودول الحنابله ودول الايه؟ الاحناف ودول المالكيه، كل مجموعه حسب مذهبهم بيصلوا بامام واحد. وبعدين بعد كده في حركه التنوير الجديده في الازهر قالوا ما فيش داعي لايه؟ للتعصب الفقهي ده، وطالما الصلاه تصح على مذهب احد الائمه فيصح الاقتداء به بباقي المذاهب، عشان يبقى شكلنا حلو كده ومجتمعين، ومفيش داعي ايه للتفريق بسبب الخلاف في الفروع. ودي حاجه كويسه على اي حال. فالوقت بقت يعملوها جماعه واحده. وان انفرد كل منها بامام وجماعه، ولا وان انفرد برضو كالمسجد الواحد، وان انفرد ولا يضر كون احدهما اعلى من الاخر، ولا يضر كون احدهما يعني الامام او الماموم اعلى من الاخر. زي ما تلاقي الراجل المبلغ في الدكة عالي وإيه والإمام تحت، ما يضرش. كأن كان أحدهما في سطح المسجد أو منارته، والآخر في سردابه أو بئر فيه، لأنه كله مبني للصلاة كما علمت. نعم، يكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى، إلا لحاجة كتبليغ فلا يكره. إلا لحاجة كتبليغ فلا يكره. يعني أول ما يقول لك يكره يبقى معناه يجوز الاقتداء وتسقط إيه وتفوت فضيلة الجماعة. يبقى في الآخر جمع لي كده كل الحاجات اللي تفوت فضيلة الجماعة عشان تجمعهم في الآخر. أول ما يقول لك يكره يبقى يصح الاقتداء وتفوت فضيلة الجماعة. يبقى هنا يكره إن الإنسان يعلو على إمامه أو يساويه في الموقف في مستوى واحد أو ينخفض عنه. ما قال لك الا لايه؟ لضروره كايه؟ كزحام او تبليغ. يبقى خلاص، طالما في زحام وتبليغ خلاص. لكن لما يبقى الحرم مصفصف كده في زي في اوائل شوال، ما تصليش انت في الدور الثاني والدور الثالث تقول لي اصل تراوه. ما تصلي ورا الامام تحت، في ده الدنيا فاضيه. فهمتني؟ وان كان يصح الاقتداء لكن يكره، هتفوت فضيله الايه؟ التضعيف. تفوت فضيله التضعيف. لكن لما يبقى زحام شديد زي في الحج وزي مثلا في العشر الاواخر من رمضان، يبقى صلي في اي حته، المهم تلاقي لك مكان بس توصل من شده الزحام. صلى اي الماموم او المصلي كما تقدم تقريره في المسجد اي الخالص، ولو بالاجتهاد بان ظهر له بقرينة ان هذا مسجد ومنه رحبته. رحبته يعني الفسحه الملحقه بالمسجد. قوله بصلاة الإمام متعلق بمحذوف تقديره رابطا صلاته بصلاة الإمام كما علمته مما تقدم. فيه متعلق بصلاة الإمام والضمير للمسجد اللي هو الهاء ده، فيه الضمير ده يعود للمسجد كما علم مما مر. وهو عالم بصلاته أي والحال أن المأموم
عالم بصلاة الإمام أي بانتقالاته فيها ليتمكن من متابعته فيها. فقوله أي المأموم تفسير للضمير المنفصل الواقع مبتدأ اللي هو وهو يعني، وقول أي الإمام تفسيرا تفسير للضمير المضاف إليه وهو عالم بصلاته، وهو ده ضمير منفصل وصلاته ده ضمير متصل. هو الضمير المنفصل يعود على المأموم، والضمير المتصل اللي في صلاته يعود على الإمام. كلام سهل يعني، ما تتعقدش قوي يعني، تركز تلاقيه سهل. ما تفتكرش تقول ايه الجماعه اللي معقدين، لا مش معقدين ولا حاجه، انت اللي سرحان مش عايز تركز مكسل. قوله بمشاهده المأموم له اي للامام، وقوله او بمشاهدته بعض صف اي او نحو ذلك كسماع صوت الامام او صوت مبلغ ولو فاسقا، اهو صوت مبلغ ولو فاسقا لابس ذهب لابس حرير، واخد بالك، حالق لحيته على القول بانه يبقى حالق اللحيه فاسق على مذهب الوهابيه، ونحن لا نجيز ذلك، ما نعتقدش ان حالق اللحيه فاسق في زماننا ده للخلاف في وجوبها او سنيتها، مش كده برضه؟ فمذهبنا احنا لا نعتبره فاسق، لكن الوهابيه يعتبروه فاسق، بل يعتبروه قد يبلغه ويبقى يعني في النار، كل حاجه عندهم في النار، حاجه غريبه كده، ربنا ينجي. أو صوت مبلغ ولو فاسقا وقع في قلبه صدقه، فلا يشترط كونه عدلا. جايب لك مغني يعني عامل فيديو كليب وكمان صوته حلو وقوي، خلوه المبلغ، أصله ساكن جنب الجامع، فجابوا مثلا حكيم ده صوته قوي حتى من غير ميكروفون يبلغ، فخلوه المبلغ. يجي لك واد وهابي يقول لك لا مش هصلي أنا في الجامع ده، بس المبلغ مغني عامل فيديو كليب ولمن حواليه البنات ترقص، ده مش هينفع. لا ينفع، صلي ورايا يا عم ينفع، وخد ببلاغ، خدت بالك؟ فلا يشترك كونه عدلا، والعدالة معناه ايه؟ عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، ادي معنى العدل. يبقى العدل اللي هو ايه؟ عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، واضح؟ وإن أوهمه كلام المحشي، يعني وإن أوهم كلام المحشي اللي هو البرماوي إن يشترط في المبلغ العدالة، لكن يقول لك لا لا يشترط، بل المدار على وقوع صدقه في قلبه وإن لم يكن مصليا. طالما أنا عارف إن هو صادق، لكن أنا يكون راجل مهرج بقى يقول لي الله أكبر عشان يعني يخليني أنا أرفع من السجود، ويقول لي في الآخر ضحكت عليك، ما ينفعش ده، ده يبقى واد بيلعب بقى ده. يبقى لا يقع في قلبي صدقه، لأن أنا عارف إنه أصلاً ده راجل كذاب. فهمتني إزاي؟ لكن لما يقع في قلبي صدقه ما يهمنيش بقى فاسق ولا مش فاسق. مش بيتلاعب. أجزأه، تقدم أنه جواب الشرط وهو أي، أي كفاه تفسيراً، تفسير لأجزأه. لأن الإجزاء والكفاية بمعنى واحد، وقوله ذلك أي ربطه صلاته، ربطه صلاته بصلاته، يعني صلاة المأموم بصلاة الإمام يعني، وهو عالم به. وقوله في صحة الاقتداء به أي وإن كان، خد بالك من دي حطها تحت قوسين واحفظها، وإن كان حصول ثواب الجماعة يتوقف على كونه لا يتأخر عن الإمام بأكثر من 3 أذرع عشان ياخد فضيلة إيه؟ الجماعة. إحنا بنروح نصلي الوقت في مساجد كتيرة تلاقي الإمام واقف والصف اللي وراه بعديه ب5 متر. مش بتحصل؟ دول ما ياخدوش ثواب الجماعة، لكن يصح الاقتداء. شفت المشكلة بقى اللي بنقع فيها في المساجد دلوقتي؟ يبقى لازم الإمام والمأموم يبقوا ورا بعض كده ب3 أذرع، يعني حوالي 120 سنتي. يعني قد السجادة دي، قد السجادة دي، فما يجيليش الإمام يقف هنا اهو وتروح أنت سايب سجادة كاملة بعرضها وتعمل صف ورا وتقول إحنا بتصلي مأمومين. يصح الاقتداء، لكن ما فيش ثواب إيه؟ ما فيش ثواب إيه؟ الجماعة اللي هي التضعيف، خد بالك من دي.
وإن كان حصول ثواب الجماعة يتوقف على كونه لا يتأخر عن الإمام بأكثر من 3 أذرع، والذراع حوالي 40 سنتي، واخد بالك؟ مواصل الذراع 24 أصبع مستعرضة، حط 24 صباع بالعرض كده يطلع ذراع، كويس؟ صوابعك ايه كده 24 صباع مستعرضة يطلع ذراع، والصباع تحطه 12 شعيرة عند بتاع الشعير، هات شعير كده من عند بتاع الشعير وحط 12 شعيرة جنب بعضها، يبقى ده الصباع. كررها 24 مرة يطلع الذراع. فانت ممكن تحسبها بالسنت، تروح تجيب الشعير النهارده وتحط 12 شعيرة جنب بعض وتقسم بالمسطرة وتضربها في 24 تعرفها كام سنت، هيطلع تقريبا 40 سنت تقريبا. ثلاثة أذرع بقى يبقى إيه؟ يبقى شوف الذراع طلع 40 سنتي، ثلاثة أذرع يعني 1.20 متر، اللي هي بقدر سجود الإنسان، بقدر إيه؟ سجود الإنسان المعتاد. يبقى يشترط لحصول ثواب الجماعة، خد بالك حاجات، أول حاجة لا يتأخر عن الإمام بأكثر من 3 أذرع، نمرة 2 وكونه لا يساوي الإمام، لا يساويه في الموقف، ولا يساويه في القراءة، ولا يساويه في الحركة. المساواة في 3 حاجات وإلا يسقط ثواب الجماعة. يبقى لا يساوي إمامه لا في الموقف ولا في الإيه؟ في القراءة. الإمام بيقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت تقول معاه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين معاه، تسقط عنك قراءة الفاتحة صحيح، لكن أنت سويت الإمام في القول، فيسقط ثواب الجماعة للمساواة. بخلاف السرية، بخلاف الصلاة السرية، لكن الجهرية لا تساويه في القراءة ولا تسبقه كمان، وإلا في الجهرية لا تسبقه ولا تساويه، فإن سبقته أو سويته سقط منك إيه؟ فضيلة الجماعة وصح الاقتداء. واضح؟ وكونه لا يساوي الإمام، وكونه لا ينفرد عن الصف، وما اعملش انا واقف لوحدي خلف الصفوف كده وفي مكان فاضي في الصف اللي امام، ما ينفعش، يبقى هنا تفوت فضيلة الجماعة وان كان يصح الاقتداء. واضح؟ وفي حاجة ثالثة كمان، وكون المسافة بين الصفوف تزيد على 3 أذرع كمان، دي تفوت فضيلة الجماعة. يبقى الصف الثاني فالثالث فالرابع، يبقى المسافة بين الصفوف كالمسافة بين الإمام والصف الأول، تبقى كلها كده منتظم. واضح؟ وإلا تفوت فضيلة الجماعة. وبص لصلاة المصلين الوقت في المساجد تجد أنها لا تراعي مثل هذه الآداب، وعشان كده الحل أنك أنت تصلي في الصف الأول بقدر الإمكان، ولو صليت إمام في مسجد من المساجد دي تقترب من المأمومين شوي، حتى ولو لم تلتزم بالوقوف على سجادة الإمام، واخد بالك؟ علشان ايه؟ تراعي مثل هذه الاداب، تاخد بالك منها. ما يضرش. ما يضرش، فاتته سنة بس البعد عن المحراب، ساعتها ممكن يحط حامل مصحف كده يفرده قدامه، يبقى كأنه ده محرابه، خدت بالك؟ يحط حامل مصحف، يحط حاجة زي دي، واخد بالك؟ يبقى تكفيه. والمفروض اصلا الامام الاحسن الامام اما يبقى راجل عالم كده حلو تلاقي بيصلي في محرابه صيف وشتاء، مش في الصيف يصلي في نص الجامع عشان في الطراوه، وفي الشتاء يصلي في المحراب عشان شتوي، يبقى عنده محراب شتوي ومحراب صيفي، وبعد كده يروح الساحل الشمالي. يعني نسيبنا بالكلام ده. فقول المحشي والمراد هنا صحه الاقتداء وحصول فضيله الجماعه الاثنين مع بعض. والمراد هنا صحة الاقتداء وحصول فضيلة الجماعة فيه نظر، لأن فضيلة الجماعة تتوقف على أمور أخرى زي اللي قالها لك، أمور أخرى زي اللي قالها، ما لم يتقدم عليه، أي ما لم يتقدم المأموم بجميع، خد بالك بالتدقيق ده، ما لم يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام يقينا، خد بالك دي، ألا يتقدم المأموم على إمامه بجميع ما اعتمد عليه، خد بالك بجميع ما اعتمد عليه يعني إيه؟
يعني عقبه ومقدم اقدامه ان كان معتمد عليها، لا تتقدم على الايمان. لكن لو مش معتمد على اقدام اصبع على مقدم اصابع قدمه، لكن معتمد على عقبه بس، فلا يضر ان صوابعه تبقى مساويه لايه؟ لاصابع امامه، لان هو بيركب باسم اس 43 وامامه بيركب باسم اس 38، يعني رجله قصيره شويه، لكن تاني رجله طويل. العبره بالعقب اللي هو واخد ايه؟ تقل جسمك. ما هو العقب ده هو واخد تقل جسمك، خدت بالك؟ بجميع ما اعتمد عليه، خد بالك. ما لم يتقدم عليه، اي ما لم يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الامام يقينا، فلا يضر الشك، لان الاصل عدم المفسد. يقينا يبقى متأكد، لكن لو شاكك ما يضرش. فان تقدم عليه بعقبه، عقبه اللي هو عارف ايه؟ اللي انت تسميه المصريين الكعب، وده غلط. العقب اللي هو مؤخر ايه؟ الرجل. مؤخر الرجل كده، اللي هي تلاقي ساق القدم نازل كده لحد ما يلمس الايه؟ الارض. لحد ما يلمس الارض، الحتة اللي لمس الارض دي اسمها العقب. واضح؟ وعشان كده احنا نقول الايه؟ الكعب في الكعب، او العقب بالعقب. الناس دلوقتي في مصر كلها يعمل اطراف الاصابع على الخط، مش كده؟ وده خطأ شائع. اما تحط اطراف الاصابع على الخط، يبقى لو عيل صغير رجله صغيره واقف جنبك هيبقى متقدم عليك، مش كده برضه؟ هيبقى متقدم عليك على طول. ولو واحد رجله طويله شويه هتبقى انت متاخر عنه، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى العبره بايه؟ بالقدم، بالقدم والعقب والكعب، هو ده اللي تساوي الصف بيه. وعشان كده كان الحديث يقول لك ايه؟ الكعب في الكعب، العقب بالعقب. ما يقولكش اطراف الاصابع باطراف الاصابع، مش كده برضو؟ ما يقولش دي، لمراعاة اختلاف طول الايه؟ القدم الذي لا يعتبر في المسألة. فهمتني؟ فان تقدم عليه بعقبه، اي مثلا، لان العبرة في القائم، ده مدي لك مثال، لان العبرة في القائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه، وان تقدمت اصابعه ما لم يعتمد عليها، ما لم يعتمد على اصابعه، والا برضه يبقى حقه يتراجع شويه. وفي القاعد العبره بإليته، احنا قاعدين بنقرا التشهد، يبقى لازم إليتي لمس الارض في موضع خلف إلية الامام، واضح؟ فلو سويته يبقى هنا افقد فضيله الجماعه وان كان يصح الاقتداء، وان تقدمت عليه بطلت الصلاه، واضح؟ وفي القاعد بإليه، وفي المضطجع افرض بيصلي اتنين، بيصلوا مأمومين مع بعض في المستشفى، الاتنين في السراير وعاملين عمليات وبيصلوا ايه؟ جماعة. اما يبقوا علماء يعني، دلوقتي طبعا ما بتلاقيش الحاجة دي، لكن عالم وعالم وقاعدين في أوضة زوجي مع بعض وبيصلوا مضطجعين مأمومين ببعض، يبقى العبرة بالجنب هنا، ان يبقى جنب ده خلف ايه؟ جنب ده، يبقى يجيب السرير ورا شوية بحيث يبقى جنبه خلف الجنب. وفي المستلقي، اللي بيصلي مستلقي كده ورجليه للقبله على ظهره، يبقى العبره بالراس، يبقى راس المأموم لازم تبقى خلف راس الامام، واضح؟ والضابط الكلي ان يتقدم بجميع ما اعتمد عليه المأموم على جزء مما اعتمد عليه الامام كما اشرنا اليه. فلو اعتمد على عقبيه وقدم احدهما لم يضر، كما لو اعتمد على المؤخرة دون المقدمة، كما لو اعتمد على مؤخرة قدمه يعني دون مقدم قدمه. في جهته، في جهته احترز به عما لو كان عند الكعبة واستدار حولها. هنقف عليها، هنقف على الحتة دي، لان في موضوع الكعبة ايه؟ ازاي راعي انه يبقى خلف الامام مع اختلاف وجوه الكعبة، ولو في صور لو صلى والامام داخل الكعبه يعمل ايه، ولو صلى هو داخل الكعبه والامام خارج الكعبه يعمل ايه. فدي صور هتحتاج تفصيل، نقولها ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.